إخوة المتابعون تتواصل هذه الانطلاقات في فترة المساء، نتواصل معكم في هذا الشوط الخاص بالقعدان، شوطنا الثامن. جائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب، في انتظار من يفوز بالمركز الأول هناك عند خط النهاية. نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ مع المركز الأول، هذا هو شعار باللفجح على المركز الأول، وهذا هو مشهور هادي بن سالم بن هادي آلف هيدا المري مع المركز الأول ومع الصدارة. يليه مباشرة هنا إكسبو على المركز الثاني، إكسبو ملكيته لحمد بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي أحد ضيوفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الانطلاق. والمركز الثالث يصل جميل على المركز الثالث، مبارك بن بخيت بن سعيد بن لوتية العامري أيضا من ضيوفنا من الإمارات. المركز الرابع حاملا للرقم 29 وهذا العاصف على المركز الرابع، العاصف ملكيته المحنة بن محمد بن محمد بن محنة بن لويع العامري على المركز الرابع. المركز الخامس رقم واحد لحمد بن ناصر بن حمد الزبدان المري مع متعب على المركز الخامس. خلاص هذا النداء الأول إخواني المتابعين، هذا النداء الأول في هذا الشوط، الشوط اللي يحمل الشعارات المشاركة من أبناء الخليج. كل أبناء الخليج متواجدين في الشحانية، كل المشاركين من أبناء الخليج، الأسماء البارزة كلها موجودة. عمالقة الهجم في هذا العالم الساحر يتواجدون في هذا المهرجان الختامي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يقام هذا المهرجان وأيضا يحظى برعاية خاصة من سموه، يحظى برعاية خاصة من سموه، وأيضا المتابعة والحرص من أبناء الخليج للمشاركة في هذا الكرفالي وهذا العرس التراثي الخليجي. نتمنى التوفيق لكل المشاركين، كل المشاركين نتمنى لهم التوفيق. نعود إلى مجريات الشوط، إلى العاصف اللي عصف في مقدمة هذا الشوط، خطف البساطة من مشهور بشعار باللفجع، خطف من شعار باللفجع وهذا هو اللي يحتل المركز الأول. العاصف ملكيته المحنة بن محمد بن محنة بن لويع العامري على المركز الأول، قادم من دولة الإمارات تقريبا من الوثبة قادم. المركز الثاني هذا أحد ممثلي أبناء الشحانية مشهور وملكية لهادي بن سالم بن هادي آل فهيدة المري على المركز الثاني، قعوده اسم مشهور وهذا هو هادي بن سالم أحد ممثلي أبناء الشحانية. المركز الثالث إكسبو على المركز الثالث، حمد بن محمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي، ورابعا يحتل في هذه اللحظة جميل لا زال يحافظ. أعلناه بالنداء الأول بالمركز الرابع وها هو اللي مبارك بن بخيت بن سعيد بن لوتية العامري. والمركز الخامس يصل شاهين محمد بن سعيد محمد بن سعيد القريوي من أحد أسماء المرشحة من أبناء الشحانية، هذا ممثل لأبناء الشحانية. الله يوفق المشاركين كلهم أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم أن يحصلوا على الناموس، لكن الناموس هناك السيارة الواحد مع خط النهاية والجوائز القيمة للمراكز العشرة الأولى، العشرة الأولى جوائز قيمة نقدية رصدت من قبل اللجنة المنظمة. يا سلام، عودة إلى العاصف، العاصف حتى هذه اللحظة مع المركز الأول، شاهين من الجانب الآخر، وانطلاق اسم جديد إخواني، اسم جديد هذا هو رعد حسين بن سهيل بن سالم بن راضي المحرمي، وهذا هو المنطلق شعار بن رشيد، ينطلق يتغلغل وينطلق إلى المركز الأول من العمق، من العمق ثمين سعيد بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي قادم من المرموم، ولكن الجانب الآخر حضر اسم جديد ورعد على المركز الثاني وعاد العاصف، عاد العاصف. يا سلام يا سلام، العاصف عصف العاصف، محنة بن محمد بن محنة بن لويع العامري ينتزع الشيء.
السيارة، ينتزع السيارة باللحظات الحاسمة. تهانينا تهانينا لك يا العامري، تهانينا على فوز العاصف بالمركز الأول، وهنيك الناموس، تستحق الناموس حقيقة. المركز الثاني، المركز الثاني ثمين سعيد بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي. المركز الثالث وصل بالمركز الثالث يرعد حسين بن سهيل بن سالم بن راضي المحرمي. والمركز الرابع، المركز الرابع جميل وملكيته المبارك بن بخيت بن سعيد بن لوتية العامري. المركز الخامس يصل هرمز لعامر. عامر بن الضيق بن حمود بن علي الوهيبي هذا من السلطنة. تهانينا والناموس إذن لكل الفائزين. التوقيت اللي سجل مع العاصف 6 دقائق 13 ثانية 81 جزء من الثانية. هذا هو العاصف محنة بن محمد بن محنة بن لويع العامري. تهانينا يا بن لويع على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط. هذا شعار بن رشيد وصل بالمركز الثاني مع ثمين، توقيته 6:14 جزء واحد من الثانية، سجل مع ثمين ملكيته لسعيد بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي. تهانينا والناموس. والمركز الثالث، المركز الثالث وصل رعد بتوقيت زمني وقدره 83 جزء من الثانية، 14 ثانية 6 دقائق، سجل التوقيت مع رعد ملكيته لحسين بن سهيل بن سالم بن راضي المحرمي. يهنيه الناموس في هذا الشوط الحساس. تهانينا والناموس إخوان المتابعين لكل من فاز في هذا المساء. شوط جديد ينطلق.